بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح لاب 5، وفي لاب 5 دوت بنتكلم عن سلوت ميلينج. وفي سلوت ميلينج ده المفروض ان انا مطلوب مني ان انا اعمل الجي كود بتاع الشكل البارت اللي قدامي ده كده باسرع طريق ممكن، ان انا اوصل للاجزاء دي كلها عن طريق التول بتاعتي. والستيبس اللي المفروض اعملها، اول حاجه رايت جي كود بروجرام فور ميلينج ذا جروف شون ان فيجر ويز شورتست تول. تاني حاجه رايت ذا ستيبس تو رايت ذا بروجرام اون ذا ماشين كنترول يونت. رقم 3 و4 و5 دول كنا عملناهم قبل كده، اللي هو ازاي نعمل الزيرو بوينت على المكنه، ودي عملناها في بارت قبل كده، ونفس الكلام بالنسبه للدراي ران، ونفس الكلام للسنجل بلوك والموتاتيك مود. فالنهارده هنشرح ازاي نعمل نكتب الجي كود للجزء دوت بحيث ان احنا نعمله باقصر طريق ممكن. تاني حاجه ازاي بقى اكتب البرنامج دوت على المشين كنترول يعني. فانا دلوقتي ده البارت بتاعي، المفروض ان هو القطر الطول بتاعه 100 في 100، دي الابعاد بتاعته، وهو بيقول ان المسافه دي كده 50 والمسافه دي كده 50، فالمفروض ان السنتر لاين دوت في النص بالظبط. ودي بقى الشكل بتاعه، هو ادي القطر اللي هو السنتر لاين الصغير ده ار 20، والسنتر لاين الكبير دوت ار 35. فمعنى كده ان الكيرف ده الريدس بتاعه ار 35، والريدس الصغير ده ار 20. فهنيجي الاول حاجه في البرنامج، ان انا عندي هنا اول حاجه اكتبها ايه الاو ورقم البرنامج. رقم البرنامج ده ممكن يكون 1، ممكن يكون 10، 20، 30، 5، 7، ايا كان الرقم، من 1 لحد 9999. بعد كده هكتب السيف لاين اللي هو جي 17، جي 21، جي 90. والجي 17 دي اللي هي الاكس واي بلين، جي 21 اللي انا بقوله ان انا بشتغل بالمليمتر، جي 90 ان انا بشتغل ابسوليوت، ان انا باجي دايما اخد كل ابعادي من الزيرو بوينت. بعد كده بكتب له جي 54. الجي 54 دي بتاعه ترحيل الصفر. طب انا هروح الصفر فين؟ انهي انسب مكان بالنسبه لي ان انا اخد منه القرايه بتاعتي كلها بطريقه سهله من غير ما اقعد اعمل حسابات كتير؟ لو انا خدت من هنا كده الزيرو بتاعي هنا زي المره اللي فاتت، يبقى انا هلاقي ان انا مثلا عايز اجيب الكيرف ده لحد هنا، هلاقي ان انا بحسب المسافه دي واطرح منها المسافه دي، ف عملية معقدة. فأنا لما هلاقي إن كل الدوائر بتاعتي وكل الكيرفات بتتمحور حوالين السنتر بوينت اللي هنا دي، يبقى بالتالي هعتبر إن الزيرو بوينت بتاعي في النص هنا كده. بعد كده هستدعي العدة رقم 1 اللي هي تي 1 ام 6 اللي هي سلوت دريل فاي 10. طبعا رقم 1 ديت مجازا عشان انا بشتغل بالبرنامج عادي، انما لو على المكنة بشوف السلوت ميل دوت او السلوت دريل ده راكب في الجيب رقم كام او في مكان رقم كام، وبكتبه هنا كده. يعني مثلا لو هو راكب في مكان رقم 5 يبقى بكتبه له هنا تي 5 ام 6، لو هو راكب في 7 بكتبه 7، وهكذا. بعد كده بكتب شروط القطع بتاعتي اللي هي جي 97 اس 1500. والجي 97 الف اس 1500 دي معناها ان السبيند سبيد 1500 ار بي ام. الجي 97 دي معناها ار بي ام. بعد كده بكتب جي 94 اف 150، دي بتعبر عن الفيد. طب دي معناها ايه؟ ان الفيد 150 مليمتر بالمنت، يبقى جي 94 دي معناها مليمتر بالمنت. بعد كده ام 3 ده معناه سبندل اون كاونتر كلوك وايز، يعني ان انا بقول له ان دوران السبندل يبقى عكس عقارب الساعه. بعد كده ام 8 ديت بتعبر عن الكولنت اون، يبقى معنى كده ان انا لما بكتب له ام 8 يبقى تشغيل سائل التبريد. بعد كده بتتحرك بالتول بتاعتي، هوديها عند الجي 0 اكس 0 واي 0. فانا هجيبها هنا في النص بالجي 0 ان انا بسرعه عاليه، يعني عند اكس 0 واي 0، عند الاكس بصفر واي صفر في اللي هي السنتر بالظبط هنا كده. بعد كده هقول له جي 43 اتش 2 زد 1. قلت له دلوقتي جي 43 ليه؟ عشان هبتدي اقول استعوض التول لينس كومبنسيشن، ان انا بقول له انزل في الزد عند زد 1 وقول واستعوض اللينس بتاع التول، عشان يبقى بيقرا التول تيب مش اللي هو الزيرو بتاع التول الاساسي. يبقى انا كده رحت عند زد 1 عشان ابتدي بقى انزل جوه الخام. بعد كده انا عايز اعمل عمق بتاع السلوت ده قد ايه؟ عايز اعمل عمقه 5 مللي. فبهبتدي انزل بقى جوه الخامه بجي 1 زد سالب 5. طبعا احنا قلنا قبل كده ان بالسلوت دريل اقدر انزل في الزد جوه الخامه، وفي نفس الوقت اقدر امشي بالاكس والواي، مش زي الاند ميل. الاند ميل اللي اقدر امشي اكس واي بس لازم اكون عامل له توب في الاول يدخل جواه، ما ينفعش ينزل في الزد جوه الخامه والا هيتكسر. يبقى انا كده نزلت بالتول
جوه الورك بيس بمسافة 5 مللي اللي هي زد سالب 5 يعني. بعد كده هبتدي اتحرك في اتجاه اكس مسافة 20 اللي هي نص القطر ده كده، عشان ابتدي اعمل الكيرف ده هنا كده، يبقى هقول له اكس 20. طبعا انا كنت ماشي بالجي واحد فمش لازم اكتبها تاني، فهقول له بس اكس 20. وطبعا انا مفيش واي فمش هكتب واي. بعد كده هعمل ايه؟ عايز امشي بقى في، عايز اعمل الكيرف ده، فهعمل ايه؟ هقول جي 2 واي سالب 20 اكس 0 ار 20. يبقى انا قلت له هنا كده تعالى عند واي سالب 20 واكس 0 والار بتاعتي ديت سالب 20، والار بتاعتي ديت 20 ار 20 يعني. بعد كده عايز اقول له يطلع في جي 1 لحد واي 20، يبقى هطلع كده جي 1 واي 20. وناخد بالنا ان انا لما باجي احول من الراديوس اللي هو ار جي 2 او جي 3 لللينير، لازم اكتب جي 1 تاني. يبقى انا كتبت هنا جي 1 واي 20 عشان اطلع المسافه دي كده. وطبعا الاكس زي ما هي 0 فبالتالي مش لازم اكتبها تاني. بعد كده هكتب جي 3 اكس سالب 20 واي 0 ار 20. يبقى انا عايز عشان اروح هنا هكتب له بقى النقطه النهائيه اللي هي اكس كام؟ اكس سالب 20 واي 0 طبعا عشان هو الصفر بتاعي هنا، وار 20 عشان الكيرف دوت ار 20. بعد كده هتحرك تاني لحد بالجي 1 لحد اكس كام؟ 35 عشان اعمل الكيرف ده كله. طبعا عشان انا بقول بمشي بالجي 90 فبالتالي لازم اقول له 35 من النقطه الصفر ده اللي لحد هنا، مش المسافه دي كلها. لو انا بمشي بالجي 91 يبقى انا هقول له كل المسافه اللي انا مشيتها دي اللي هي المفروض 35 زائد 20، انما عشان انا بمشي بالجي 90 فهقول له المسافه دي بس اللي هي كام؟ 35. وطبعا همشي بالجي 1 علشان انا بمشي لينير. بعد كده هقول له جي 3 عشان اعمل الكيرف ده كده، طبعا هتبقى اكس 0 واي 35 اللي هي الارتفاع ده كله، ولازم اكتب له ار 35 برضو عشان يعمل لي الكيرف ده بال 35 بتاعتي. بعد كده المفروض هعمل ايه؟ طبعا همشي بالجي 1 هنا لحد تحت خالص اهو، همشي جي 1 واي سالب 35 بالطريقه دي كده اهو، يعني همشي واي سالب 35 لحد هنا. وطبعا الاكس ب0 زي ما هي. بعد كده هقول له جي 2 اكس سالب 35 اللي هي المسافه ديت كده في الاكس، واي 0 طبعا ار 35. طبعا هيتبقى عندي في السلوت ده الحته دي، فانا ممكن ارجع لحد صفر تاني هنا كده، او ممكن اقف لحد هنا، بس يستحسن ان انا اوصل لحد صفر عشان ما يتبقاش هنا كورنرز ولا اي حاجه ما اتاخدتش. فهقول له بعد كده جي 1 اكس 0 عشان يعمل لي الحته دي تاني كده، ويبقى كده انا خلصت السلوت كله بالطريقه دي اهو، مفيش اي حاجه فيه مش موجوده. بعد كده هقول له جي 0 اكس زد 30 عشان اطلع بره الشغله خالص، وبعد كده خلصت كل اللي انا عملته واطلع مسافه امان في الزد. بعد كده هقول له ام 30 عشان ابقى انا كده نهيت البرنامج وخلاص، مفيش ايه حاجه تانية. ولازم طبعا اكتب له ام 30 ديت عشان يقرا بيها ان هو كده البرنامج خلص. لو ما كتبتوش ام 30 مش هيقرا ان البرنامج خلص اصلا، مش هيبتدي من الاول، يعني مش هيديني ايرور بعد ما يخلص يقول لي ان انا كده ما خلصتش البرنامج، لا من الاول خالص. طول ما هو مش شايف ام 30 مش هيقرا البرنامج من البدايه، ولو كتبت ام 30 وكتبت تحتها اي حاجه مش هيقرا اي حاجه اللي تحتها دي. كده احنا خلصنا البرنامج. عايز بقى ابتدي اكتب دلوقتي على ماشين كنترول يونت او على الفانوك 21 اللي هو لغه البرمجه اللي موجوده على المكنه. طبعا هشغل برنامج من هنا من ان سي لانش ديت اهي، دوس انتر واختار هنا فانوك 21 ام، وهكبر بقى ديت عشان اعملها ماكسمايز. طبعا انا عندي هنا مسافه فاضيه، فانا كنت كاتب البرنامج على صفحه وورد، فانا هصغر كده واجيب الصفحه ديت كده على الجنب هنا اهو الطريقه دي عشان اشوف البرنامج وانا بكتبه بالطريقه دي كده. طبعا ده البرنامج اللي انا كتبته من شويه اللي هو واحد لحد ال ام 30 اللي انا كنت شرحته دلوقتي. طبعا بعد ما فتحت البرنامج المفروض ان انا اول حاجه اعملها ان انا اجيب وضع ايديت. اجيب وضع ايديت ازاي؟ ان انا ادوس كليك يمين ادوس ايديت واختار بروجرام، هلاقي اخر برنامج انا كاتبه اللي هو او 10 دوت. طبعا عايز اشوف الدايركتوري اللي انا في المكتبه بتاع البرامج عشان اشوف اختار بقى برنامج جديد. عندي هنا اهو 1 و2 و3 و10 و3 و1003 و2003، فانا ممكن اختار مثلا برنامج او 15 مثلا او 5 او 20 ايا كان، وادوس انتر ادوس انتر تاني عشان ابتدي اكتب. طبعا ان 5 هتبقى جي 17 جي 21 جي 90 انتر وانتر تاني.
طبعا الكلام ما بين قوسين ده اللي هو سيف لاين وسلوت دريل والحاجات دي مش لازم اكتبها عشان ايه، مش محتاجها يعني، دي بس حاجات تعريفية كده عشان وانا بشرح. بعد كده اكتب لو جي 54 انتر. انا دلوقتي بقى هسرع يا جماعة الكتابة، عملية الكتابة دي عشان هي اعتقد ان هي سهلة مفيهاش مشكلة يعني. كده يا جماعة خلصت كتابة البرنامج كله مفيش أي مشكلة فيه، وهبتدي بقى دلوقتي إن أنا أعمل سيميليشن عشان أتأكد إن أنا البرمجة اللي أنا كنت عاملها مظبوطة ومفيهاش أي مشكلة. فهعمل إيه؟ هدوس هنا كليك شمال في أي حتة وهدوس على السهم اللي ناحية اليمين ده، بعد كده أجيب جراف، أدوس على السهم يمين تاني، بعد كده 3D فيو، وأبتدي بقى أختار التولز. أول حاجة التول رقم واحد كام؟ اللي هي المفروض أنا عندي سلوت دريل فاي 10، دي سلوت ميل كتر 4 5 6 8 10، دي المفروض اللي هي ايه العدد رقم 10. فهنختار هنا في الجيب رقم واحد ده اللي هو التول هولدر رقم واحد، اختار التول رقم 6 دي وادوس انتر اهو. يبقى انا كده خد لي اللي هي التول اللي انا واقف عليها ديت اللي في المكتبه حطها في الهولدر رقم 6. هدوس اف 2 عشان ارجع على الصفحه بتاعت ال 3 دي فيو دي، وهجيب الورك بيس. طبعا ابعاد الورك بيس زي ما قلنا قبل كده ان ده اتجاه اكس، ده اتجاه واي، وده اتجاه زد، اللي هي المسافه من الماشين 0 بوينت لحد الورك بيس 0 بوينت. طب انا هجيب المسافه دي منين؟ هروح اجيبها من الاوفست الورك شيفت من الجي 54 دي اللي انا كاتبها في البرنامج عندي. الجي 54 دي اللي هي دي، هشوف انا كاتب كام في الاكس والواي والزد ديت، واروح اكتبها في 3 دي فيو اهي الورك بيس هنا كده في الاكس والواي والزد هنا اللي هي المسافه من الماشين 0 بوينت للورك بيس 0 بوينت. بعد كده يبقى دي كده الاكس والواي والزد. بعد كده المسافات اللي هي بتاعت كل مسافه من دول من هنا كده، انا لو جيت بصيت هنا على الرسمه بتاعتي هلاقي هنا ايه، هلاقي هنا ان الطول الكلي للورك بيس 100 و100، الاكس في الاكس 100 والواي 100، والمسافه من السنتر لاين دي كده 50 و50 و50 و50. يبقى انا الزيرو بوينت بتاعي طبعا هيبقى هنا كده، فانا هاجي هنا اعمل ايه؟ طبعا المسافة دي كده هتبقى 50 والمسافة دي 50 والمسافة دي 50 والمسافة دي 50، فأنا هاجي هنا بالطريقة دي كده أهي، يبقى دي 50 انتر 50 انتر 50 انتر 50 انتر. يبقى دي كده الورك بيس بتاعتي بقت كام؟ كلها 50 من كل اتجاه. بعد كده بيقول لي السمك الكلي كام؟ هو هنا 15 ممكن أخليها 20 مفيش مشكلة، عشان هو مش قايل لي على سمك معين، ف مفيش مشكلة بالنسبة لي يعني. بعد كده بيقول لي الارتفاع هنا عن الفايس دي اللي هي الجزء بتاع الفايس كام؟ 5 مللي. فأنا ممكن أسيبها 5 أو أخليها 0 عشان أنا مش هعمل كونتور خارجي، أنا هعمل بس سلوت داخلي من هنا كده. نفس الكلام المسافة اللي هو الورك بيس دي داخلة لجوه من الجوز بتاعت المنجلة أو الفايس يعني قد إيه، فأنا هخليها 0 عشان هخليها على طرف إيه الجوز دي كده. وبقى كده خلصت الإيه الورك بيس بتاعتي، دوس اف 2. طبعا هنا هسيب الريزوليوشن 2 وهخلي السيب ويتس دي 1 عشان اخلي التول بتاع وهي ماشيه في السيميليشن بطيئه واقدر اشوف التول وهي بتتحرك عامله ازاي. بعد كده اجيب سيميليشن وادوس ريسيت وادوس ستارت، وهلاقي ان التول بتاعتي هي ادي كانت ماشيه عند الاكس 0 وبعد كده مشيت في الاكس 20 وعملت الكيرف بتاعي، بعد كده طلعت عند الواي 20 وعملت الكيرف التاني، بعد كده رجعت تاني عند اكس 35، وبعد كده عملت الكيرف التالت اللي هو الار 35، بعد كده نزلت تحت عند الواي سالب 35، بعد كده عملت الكيرف الاخير اللي هو ار 35 ده، بعد كده رجعت تاني عند الزيرو بالطريقه دي كده، وبعد كده خلصت الكيرف بتاعي زي ما احنا شايفين بالطريقه دي كده. طبعا الخطوط اللي هي اللي ماشيه في النص دي ريزوليوشن بس مش اكثر، بس هي المفروض ما بتطلعش كده في الشغل الحقيقي يعني. طبعا لو انا حبيت اشغل البرنامج ده سنجل بلوك يعني اشوف خطوه خطوه الابعاد بتاعتي عباره عن ايه، فهدوس على علامه اللي هي الستار اللي موجوده في الكيبورد، هلاقي ظهر لي هنا كده علامه سنجل بلوك بالطريقه دي كده. لو دوست ريسيت دوست ستارت هلاقي ان هو واقف دلوقتي ما عملش حاجه، لازم ادوس ستارت تاني عشان يبتدي يجيب العده اهو من المكان ده كده، وايه اللي هنا في ان الاكس 0 واي 0 زد 1. هدوس ستارت تاني
هلاقي ان هو نزل هنا عند زد سالب 5، يبقى انا كده ماشي سنج بلوك. بعد كده هدوس ستارت تاني، هلاقي ان هو مشي هنا لحد اكس 20. طبعا هو زد سالب 5 دي خلاص ثابته مش هتتحرك ما دام انا ما كتبتلوش زد جديده، فلاقي مشي هنا لحد اكس 20. بعد كده هدوس اف 4 تاني، هلاقي ان هو هنا راح عند الواي عند الاكس 0 واي سالب 20 بس بكيرف اهو. يبقى انا هنا بتاكد ان هو كده مشي بالابعاد اللي انا قايلها له مظبوط. بعد كده هطلع لفوق عند الواي 20 بالطريقه دي، بعد كده هتحرك تاني بالكيرف دوت عند اكس سالب 20 واي 0. بعد كده همشي تاني بالطريقه دي. طبعا هنا ما بيكتبش جي 1 جي 0، هو بيكتب لي بس الاحداثيات، وصل لحد اكس 35 واي 0. بعد كده هعمل كيرف تاني لحد الاكس 0 واي 35. بعد كده هنزل بالجي 1 عند واي سالب 35 اهي. بعد كده هعمل الكيرف الاخير عند الاكس سالب 35 واي 0 زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هرجع عند الاكس 0 واي 0 في النص هنا كان عشان اتاكد ان ما فيه ما سابليش اي حاجه في النص. بعد كده هطلع عند زد 30 عشان ابعد في مسافه امان، واقفل البرنامج. وبعد كده ايه البرنامج بتاعي خلص ومفيش اي مشكله. طبعا لو انا عايز الغي السنجل بلوك ديت ادوس على ستار تاني يتلغي بالطريقه دي كده. وبعد كده خلصت البرنامج بتاعي وخلصت كتبته بالجي كود وعملت له سنج بلوك، ان انا اقدر اشوفه جزء جزء عشان اشوف الخطوات بتاعتي ولو في اي خطأ اقدر اصلحه. ولقيت البرنامج كده تمام واتاكدت منه، واقدر كده اشغله على المكنه فعلي بالاوتوماتيك مود وبخامه حقيقيه او بالدرايرن زي ما انا عايز. وبكده يكون اللاب بتاع النهارده خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.